اتحاد دوري 2011، دوري جمهور الزمالك عمره ما هينساه، لانه دوري انا فاكر كويس جدا، لان انا انت عارف قصه ان انا جيت وكنت وعارف ان الهتاف الرئيسي اللي كان موجود جمهور الزمالك لجمهور الزمالك ان هم بيطالبوا العميد ان هو يجيب الدوري لميت عقبه. كنا قريبين جدا من ان احنا نفوز بالدوري، صوت ونادي الزمالك اتعرض اللي في الموسم ده لظلم تحكيمي. انا دايما ما بحبش كلام التحكيم يعني، ما طبعا في اخطاء تانية مش مشكله، لكن كان في، انا فاكر على سبيل المثال ماتش المقصه ما نساوش، كان في جول لعبد الشافي مش اوفسايد، وكان المقصه والشرطه والاتحاد كان في ظلم تحكيمي غير طبيعي لنادي الزمالك. مظبوط. بص انا لو نرجع كمان، انت فكرتني بحاجه مهمه جدا، لان من افضل يعني الفترات اللي انا عشتها حضرتك جيت مسكت الزمالك وهو ال 13 على بالظبط الدوري، بالظبط الزمالك فنش التاني صح؟ الظروف التاني ولا التاني التاني؟ التاني، وكان وبعد كده قدامنا الموسم تقريبا اللي قريب بعديه الزمالك كان متصدر بشكل كبير جدا، وبعد كده في مظبوط اخر الموسم ابتدى يحصل نتائج والاهلي في الاخر هو اللي فاز بالدوري. مظبوط. فكر الناس يعني. هو في اسباب زي ما انت قلت، الاسباب الرئيسيه الاخطاء كبيره جدا في الماتشات، اللي زي ماتش المقاصه وماتش الشرطه وماتش الاتحاد، يعني كان في احداث اثرت على الدوري. انا دي حقيقه، انا بتكلم على الظروف اللي اتعملت معانا، لكن ما بتكلمش على المنافسين. طبعا الناس كل الناس اجتهدت، لكن ما خدناش حقنا بشكل كبير. وعايز افكرك نادي الاهلي المنافس القوي اللي كان موجود واخد البطوله، كان 6 7 سنين ورا بعض، ان عنده عناصر مهمه جدا، يعني لعيبه على اعلى مستوى، المحترفين او المصريين. يعني كان في بركات، في فلافيو، في بوتريكا، في متعب وكله كلهم بركات كانوا كله موجودين. سام عوض ان انت التيم اللي كان موجود معاك العميد، لو تفتكر كان في فتح الله، الصفتي، احمد غانم، كان صبري رحيل، ثم عبد الشافي، ثم حسن مصطفى، شيكابالا ثم احسن ابراهيم موسم صلاح، ليه. ان احنا نجيب لعيب كان يعني كان يعتبر شبه مبطل زي حسين ياسر. اللعيبه اللي كانت موجوده كانت رجليها لسه، يعني احمد جعفر لو تفتكر، لحد ما انت جيت ورجعت واشتغلنا تاني واشتغلنا مع بعض. وشيكابالا كان في حاله نفسيه بالنسبه مع جمهور، حتى جمهور الزمالك كان في يعني الود اللي كان موجود ما كانش بشكل كويس. ان نادي الزمالك يرجع في المنافسه بشكل كبير، ده طبيعي، نادي كبير طبيعي ان هو يرجع. لكن كانت صعوبه ان انت ترجع للمنافسه، ترجع ان انت نتائجك مع النادي المنافس، مع النادي الاهلي، نتائجك ما كانش حد عارف. بالعكس انت كنت بتبقى ليدر، يعني تبقى انت اللي كسبان وبيحصل تعادل، او فدي كانت في حد ذاتها يعني مكاسب كبيره لنادي الزمالك. رجوع جماهير نادي الزمالك بشكل كبير ومكثف، هو طبيعي ان هم موجودين مع يعني ورا نادي الزمالك في طول عمر النادي، لكن الشكل الكبير المكثف اللي كان موجود في طب عملتوا الاستاد، حالة الحاله كانت جميله. هل لو كان في، خليني اسالك سؤال تاني، هل لو كان الفار موجود في 2011 كان الزمالك خد الدوري؟ مظبوط، صح؟ يعني بنسبه كبيره جدا، يعني كان على الاقل حاجات واضحه، يمكن حاجات واضحه. يمكن انا مش عايز احرج، قابلت يعني في وقت ماتشات من الماتشات، طبعا هو راجل مبطل فاعتذر، يعني بعد ما اعتزل التحكيم يعني. حتى في واحنا مدربين دلوقتي شغالين في وقت من الاوقات في ماتشات وديه قريبه، يعني قال لك انا غلطان، انا غلطت، يعني ان هو ما خدش باله او مش، لكن ضيعت موسم كبير، ضيعت مجهود كبير، ضيعت حلم كبير لجيل او لجمهور كبير زي نادي الزمالك، ان انت تاخد دوري من في افضل حاله للمنافس بتاعك اللي هو النادي الاهلي. فدي طبعا كانت مؤثره بالنسبه لنا، يعني كانت تفرق كتير في الجيل او تاريخ وهل نادي الزمالك. وهل الموسم ده كان ممكن يبقى نقطة تحول في كارير حسام حسن التدريبي؟ طبعا لو فاز بالدوري ان هو يخش في حتة طبعا، تانية؟ مش موضوع يخش في حتة تانية. يعني بص يا ميدو، انا الموضوع ده مهم جدا، انت سهل جدا يعني ان انت تشتغل مع اهلي مع زمالك
مع منتخب تعمل نتائج وتعمل بطولات. لكن الاصعب ان انت الليفل اللي هو بعد الاهلي والزمالك ان انت توجد فريق قوي وتشتغل بشكل مميز او شكل مش هنتكلم عليه زي ما انت قلت في المصري يعني. زي ما انت قلت في المصري يعني النهارده نادي الاتحاد يعني انت بتلعب كوره مش معتمد على النجم. لكن في كوره جماعيه بتشتغل نفس ده شغلي كان في المصري، نفس شغلي في الاردن منتخب الاردن. نفس الشغل اللي حصل في نادي الزمالك، كان نادي الزمالك كان ممكن يعتمد على شيكابالا لوحده، لكن في وجدنا حلول وانت كنت موجود في الوقت ده، ان انت بتشتغل زائد مع الفتره دي زادت الحلول بالنسبه لي، لان انت لازم كمدرب لازم تبتكر، لازم الابداع، المدرب لو ما كانش عنده ابداع وابتكار يبقى حاجه قديمه ومكرره، لكن انت لازم مع الوقت ومع مع الخبرات ان انت بتقدر تشوف الايجابيات بتاعتك وتزودها، السلبيات اللي اتعملت فنيه او غير فنيه ان انت بتحاول تتلاشاها.